للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي. دكتور ناصر، بداية مرحبا بكم. وزعتم بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين مساعدات مالية على الأرامل والأيتام والعائلات المتعففة في الموصل، لو تحدثت لنا أكثر عن هذه الحملة. حياكم الله أخي الكريم. هذه الحملة تأتي ضمن الحملات المتواصلة التي تقدمها منظمة أم القرى والقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، ضمن حملاتها المتواصلة التي تقدمها للعموم مناطق المحافظة وكذلك على النازحين في المخيمات. هذه الحملة جاءت اليوم في مناطق مدينة الموصل لتشمل مجموعة مناطق بجانبي المدينة الأيمن والأيسر. منظمة أم القرى والقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين أخذ على عاتقهما إعطاء الأولوية في هذه الحملات الإغاثية وكذلك الحملات الإغاثية الغذائية والمالية والصحية نظرا للكارثة التي تمر بها محافظة الموصل منذ أكثر من سنتين في عموم مناطقها باعتبارها محافظة منكوبة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. المناطق ما زالت مدمرة مسواة على الأرض وكذلك أهلها في نكبات وهم في أشد الحاجة وكذلك في فاقة شديدة لكل الاحتياجات. اليوم قدمت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين منحا مالية على الأرامل والأيتام والعائلات المتعففة في مدينة الموصل، شملت مناطق الموصل بالجانبين الأيمن والأيسر. هذه الحملة الإغاثية بالمساعدات المالية شملت أكثر من 400 عائلة مستفيدة من الأيتام والأرامل وكذلك العائلات المتعففة في المدينة، وشملت المناطق المختلفة من جانبي المدينة في الأيمن والأيسر. هل ستتكرر حملاتكم هذه لا سيما وأن المدينة كما ذكرتم يعني تحتاج الكثير في ظل غياب شبه تام للمساعدات الحكومية؟ حقيقة الجهد الإغاثي الدولي والمنظمات وكذلك المؤسسات يغيب بشكل كامل عن هذه المحافظة وكأنها خارج الجغرافيا خارج التاريخ، لا يأبه إليها أحد، لا يتم الاهتمام بأهلها، لا يتم الاهتمام كذلك باحتياجات أهلها. الأطفال في أزمات نفسية كبيرة جدا وهم قد عانوا منذ سنوات أزمات نفسية من شدة الحروب التي عانتها هذه المدينة. المنظمة منظمة أم القرى وكذلك القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين تتواصل جهودهما لسد الفراغ الذي نشأ منذ سنوات. حقيقة هنالك فراغ كبير يغيب عن المحافظة الجهد الدولي والجهد المؤسسات الإغاثي وكذلك الجهد العالمي، كذلك يعني الناس في الأهالي في الموصل في استغراب شديد لماذا لم تعلن المحافظة محافظة منكوبة ويقدم لها الجهد الإغاثي بما تمر به المحافظة من أزمات ومن نكبات وكذلك في احتياجات كبيرة جدا للاحتياج الإغاثي والغذائي والصحي وكذلك المالي. ولذلك تأتي مبادرات من مبادرة قسم الإغاثي وهيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى بشكل متواصل وكذلك على مدى الأيام والأسابيع للتخفيف عن كاهل العوائل في المحافظة. شكرا لك دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.